أسعد الله أوقاتكم بكل خير بنشرة الأخبار الموجزة. والبداية من كورونا، فقد أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم إصابة 59 شخصا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حالتي وفاة. عبر المستشار كوت عن سعادته بانخفاض معدل الإصابات إلى أقل من 10 أشخاص لكل 100,000 شخص، لكنه حذر أيضا أن العدوى يمكن أن ترتفع مرة أخرى، وأكد على أهمية اللقاح بقوله: لقد انتهى الوباء بالنسبة لكل من تم تطعيمه، وهذا ينطبق على متغير دلتا الأكثر عدوى. وذكر المستشار أن اللقاحات لم تعد سلعة نادرة، وبحلول نهاية يونيو سيكون قد تم تطعيم 5 ملايين شخص، وثلاثة ملايين تم تحصينهم بالكامل. ورفض كوت نظام الحوافز كما هو الحال في البلدان الأخرى بشكل أموال أو قسائم شراء لجذب المزيد من الأشخاص لأخذ اللقاح. وافقت غالبية الأحزاب في البرلمان النمساوي على مسودة مشروع مكافحة الإرهاب الذي يتضمن تحديد ملامح الجريمة الجنائية للجرائم ذات الدوافع الدينية. وأقرت اللجنة القضائية البرلمانية على الجزء الذي يتضمن تحديد ملامح الجريمة الجنائية للجرائم ذات الدوافع الدينية وتكثيف المراقبة القضائية لمرتكبي الجرائم الإرهابية أثناء السجن وبعد الإفراج المشروط. وتقدم المسودة إمكانية توجيه الجنات المفرج عنهم بشروط في المستقبل إلى النأي بأنفسهم عن البيئة التي ساهمت في تطرفهم، مثل الحركات السلفية المتطرفة ودور العبادة، إضافة لإلزام المفرج عنهم ارتداء سوار الكاحل الإلكتروني. كشفت التحقيقات الجديدة بقضية مقتل الطفلة ليوني ذات 13 عاماً والتي عثر على جثتها على حافة الشارع السبت الماضي في فيينا احتمال وجود متورطين إضافيين في الجريمة. وبحسب التحقيقات فإن المشتبه بهما حالياً يحملان الجنسية الأفغانية ولا يمكن استبعاد متواطئين آخرين، حيث أن الشاب البالغ من العمر 16 عاماً يخضع لإجراءات اللجوء. وذكرت مصادر أن الأفغاني الأكبر سناً تم الإبلاء عنه 11 مرة وأدين 3 مرات، إضافة إلى أن عمره المتوقع هو 30 عاماً. وسيعرض كلا الشابين على محكمة جنائية للأحداث، حيث أن الحد الأقصى لعقوبة القتل قد تصل إلى 15 سنة فقط إذا ثبت أن المتهمين تحت السن القانونية. أكد كارل نيهما وزير الداخلية ضرورة تعزيز التعاون بين وحدات الشرطة الخاصة في أوروبا من أجل التمكن من مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة بسرعة وكفاءة. وقال نيهما: عقب تسليم النمسا سلوفاكيا رئاسة شبكة أطلس الدولية التي تجمع القوات الخاصة في مكافحة الإرهاب في عدة دول أوروبية، إن شبكة أطلس تأسست بعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، ومنذ ذلك الحين وسعت القوات الخاصة الأوروبية تعاونها الأمني. وذكر الوزير أن شبكة أطلس دعمت القوات الخاصة النمساوية أثناء الهجوم الإرهابي في 2 نوفمبر. طالبت وزارة المالية النمساوية بوجوب سداد الضرائب والرسوم المؤجلة خلال أزمة كورونا اعتبارا من يوم الغد الأول من يوليو. وجاء في قرار صادر عن الوزارة أن اليوم 30 يونيو هو آخر يوم يمكن فيه للشركات التقدم بطلب للحصول على دفعة سداد لديونها الضريبية. وبحسب رئيس شركة الاستشارات الضريبية بيتا باتوس، لا يتوقع موجة من حالات الإفلاس حتى سبتمبر، حيث يمكن أن تقع الديون الضريبية على عاتق المديرين الإداريين. ويوصي بارتوس بدفع الأقساط في الوقت المحدد، حيث أن التأخر في سداد المبالغ المقسطة سيجعل كامل المبلغ مستحقا. أعلنت النمسا عن تقديم مبلغ 8 ملايين يورو لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا والمجتمعات المضيفة للنازحين في الأردن ولبنان.
وأكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ أن النمسا تواصل التزامها بتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، وأضاف أن الحرب المستمرة في سوريا أدت إلى كارثة إنسانية كبيرة ناهيك عن تفشي فيروس كورونا، مما أسهم في تفاقم الوضع في المنطقة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا infograd.com ومتابعة صفحتنا على فيسبوك. لنكتمل بالمعرفة. كنت معكم أنا أحمد إبراهيم، إلى اللقاء.